يقولون في البدع حسنة وسيئة، فتدلون بقول عمر رضي الله عنه عند التراويح نعمة البدعة هذه، فما رأيكم في هذا التقسيم؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن البدع تنقسم إلى أقسام خمسة، وأنها تدخلها الأحكام الخمسة: التحريم والوجوب والكراهة والاستحباب والإباحة. ذهب إلى هذا الجماعة، وأنكر هذا آخر من العلم، وقال ليس في البدعة تقسيم، بل كلها ضلالة. وهكذا قال قائد المسلمين وإمامهم: كل بدعة ضلالة، عليه الصلاة والسلام. وليس لأحد أن يخالفه فيقول لا، هي كلها ضلالة. هذا جرأة على الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز فعلها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هكذا قال عليه الصلاة والسلام وبين. فلا يجوز لنا ولا لغيرنا أن نقول أن البدعة فيها ضلالة وفيها غير ضلالة، فكلها ضلالة، وهي ما أحدثه الناس في الدين كله ضلالة. وما احتجوا بها على التقسيم لا حجة لهم فيه. الأشياء التي يحتجوا بها على البدعة الواجبة من نقل المصاحف وتشكيل المصاحف ومن بناء المساجد، كل هذا ليس بدعة، هذا أمر الله به ورسوله، وأمر الله ببناء المساجد، وأمر بعناية القرآن وحفظ القرآن وتلاوة حق التلاوة، فما أعان على هذا هو ذاته في الأمر بالحفظ والعناية. والمقصود أن ما ذكروه ليس من باب البدع، بل هو من باب الدين ومن باب حفظ الدين ومن باب التعاون على البر والتقوى. وأما قول عمر رضي الله عنه لما رأى الناس اجتمعوا على صلاة التراويح بأمره، كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فرادى وجماعات، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليالي وجمعهم، صلى بهم إماما عليه الصلاة والسلام ثلاث ليالي، ثم ترك ذلك وقال: إني أخشى أن تفرض عليهم صلاة الليل. وكان شفيقا على أمة عليه الصلاة والسلام. فلما توفي صلى الله عليه وسلم شغل الصديق رضي الله عنه وأرضاه بأهل الردة، وشغل بهم الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم. فلما جاءت خلافة عمر صار أفرغ لذلك مدته طويلة، فلا غرابة جمع الناس على إمام واحد بدل ما يصلون أوزاعا في المسجد، فجمعهم على إمام واحد وأمر أبي أن يصلي بهم. فلما خرج ذات ليلة ونظر إليهم غنمت هذه البدعة، سماها بدعة من جهة اللغة لا من جهة الدين، لأن بدعة اللغة ما كان على غير مثال سابق، فمعنى أنهم كانوا في السابق يصلون أوزاعا ولم يجتمعوا على إمام واحد، فلما جمعهم غنمت البدعة التي يعني فعلها هو لهم ليجتمعوا ويتعاونوا بالبر والتقوى. ولأن الرسول ما استمر عليه الصلاة والسلام ما استمر عليها إنما فعلها ثلاث وترك، فلهذا قال عمر هذه المقالة، فهي مقالة له من جهة اللغة، مقصوده من جهة اللغة لا من جهة الأمر الشرعي، فليس بدعة من جهة الأمر الشرعي، بل هي سنة وقربة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعلها الخلفاء الراشدون عمر ومن بعده، وفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها المسلمون، وحتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام مع الإمام يعني في رمضان حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فدل على شرعية القيام وأنه يكون لها إمام وجماعة، فليس من البدعة شيء.